اوكي وقل ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقل ربي زدني علما وقل ربي زدني علما وقل ربي زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ونعود انا قبل قبلتك سي بون نورمالمون دخلتي هو دابا موسى علي دخلتي برا بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستهل حصتنا اليوم بآيات بينات من ذكر الحكيم على لسان سيدي فهد. تفضل حبيبي. سيدي علي السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ فهد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا النار فقد أخزيته الله وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الله فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى الله بعضكم من بعض الذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عند
عنده حسن الثواب. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أخواتي إخواني مرحبا بكم معنا dans notre séance de partage et d'accompagnement spirituel حصة تقاسم ومرافقة روحانية سلوكية معاملاتية وأخلاقية دائما في إطار برنامجنا يدا في اليد لنطور الفرد. Nous sommes le mercredi 15 février 2023, le Mouafiq, l'Arbi'a, 24 Rajab, 1444. Allah yabkarak bijna, inshallah, Allah yabkarak. Badna achna ma'a une mini-série sur le pardon. Wahed silsila saghira ala le pardon. Ala le صفح والعفو العفو والصفح. alors دائما في إطار la série ديالنا sur les relations conjugales اليوم مع دكتور شرايبي غادي نرجعوا للموضوع ديالنا وغادي نشوفوا شنو هما les clés du bonheur dans la relation conjugale, مفاتيح السعادة في العلاقة الزوجية. سيدي يونس sans trop tarder je te laisse la parole. مرسي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقل ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقل ربي زدني علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. والحمد لله على كل حال. ونعوذ بالله من حال أهل النار. Pour les gens qui ne savent pas, le petit groupe d'Yanna, je voudrais bien rappeler que Sidi Fahd est un particulier, est un amateur qu'on a pris en Kamlin, qui a aimé le kitab Allah, qui a aimé le kitab Allah, qui a aimé le kitab en famille. Et ce soir, je vous dis à Youssef, nous avons aimé le kitab Allah, qui a aimé le kitab Allah, qui a aimé le Coran Karim, qui a aimé le kitab Allah, qui a aimé le kitab Allah, qui a aimé le kitab Allah. الوداد حنا ما صاوينا خاوتنا في الزنا الحمر زعما كيفاش درتي هذه القضيه حنا مغاربه اون با دابا وي سلام اخوك سي با الوداد علاش ما تقولش وداد خفتي من الرجاويين دونك ان شاء الله رب العالمين اليوم دائما في البرنامج ديالنا ديال يدا في اليد لنطور الفرد حنا هاد لا سيزون هادي كلها يدا في اليد لنطور ولا لنحسن من طبيعه علاقتنا الزوجيه وكيفاش نديرو اميليوري او ماكسيموم نو غولاسيون كونجوغال لان قلنا مالوغوزمون الاسره المغربيه والاسره العربيه والاسره الاسلاميه وصلت لادنى مستويات الانحطاط الاجتماعي وادنى مستويات ديال التفاهم فيه خلل دونك تنبداو باش نقولوا بان الله سبحانه وتعالى تيبين في القران الكريم على لسان اون فام اللي هي امراه عمران ان الذكر والانثى يختلفان pour dire le sexe masculin ou le sexe féminin ou l'homme avec petit h ou la femme sont très différents. تقول ربي بسوره ال عمران فلما وضعتها قالت ربي اني وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى باش نفهموا ان الله سبحانه وتعالى توثق بان الذكر لو سيكس ماسكولين ماشي هو الانثى وتزيد الله سبحانه وتعالى يبين ان هذا لا فارياسيون ولا هذا الاختلاف هو في الخلق في لا كونستيتيوسيون فتيقولنا الله سبحانه وتعالى انه خلق الذكر في شخص سيدنا ادم من تراب الى كري لوم ولا ليتر هومان اون لا بيرسون دابون في سيدنا ادم من لا ماتيير ديال الطين ديال الصلصال تيقولنا ربي في سورة صاد إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين يعني ديجا كنفهموا أن لوم بتي هاش ولا هو الذكر ولا الراجل في سيغتان فيغسيون حنا نشوفوا علاش هو إلي من أون ماتيير دور اللي هي الطين دونك ديجا أون دوا كومبخوند كو الراجل في طبيعته قاصح شي شوية بينما خلق الله سبحانه وتعالى أمنا حواء كي ريبريزونت لا فام دو كوتي دو كور دابور من جهه القلب قلنا شحال من مره بان الله سبحانه وتعالى خلق أمنا حواء ملي كان ناعس سيدنا ادم من لو كوتي غوش يعني من جهه لو كور باش ما يعيفهاش
وقالنا ربي هو الذي خلقكم من نفس واحدة، يعني خلق حواء من آدم، وجعل منها زوجها ليسكن إليها. فكنلقاو ان لو فات بان امنا حواء جات من لو كوتي دو كور وخرجت من سيدنا ادم، الي سنتيمونتال عاطفيه، فكنلقاو بان الانثى لا فام الي كومبليمونتير ديال الذكر، اوسي الذكر هو اون فيت كومبليمونتير دو لا فام. اي دايور ربي تيقول هذه القضيه واضحه سورة آل عمران اللي قرا بها سيدي فهد، وتقولنا فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، شنو بعضكم من بعض. وهذا الشيء الكونفيرم سكادي امرأة عمران في الأول، وليس الذكر كالأنثى، يعني لوم سو ني با لا فام، لو سيكس ماسكولين ني با لو سيكس فيمينا، ولكن إل سون كومبليمونتير. alors que الله سبحانه وتعالى تساوي، عنده ليغاليتي ما بين الذكر والانثى في الحساب، في الجزاء، في العقاب، في الشرائع. يعني غدا نوقف انوم وان فام ديفون دو يتحاسب معاهم بحال بحال في الحساب، يعني علاش صليتي، علاش صمتي، علاش درتي، علاش خنتي، علاش هضرتي في هذا، سي لا ميم شوز. فاش تيقول لنا ربي سبحانه وتعالى في سوره غافر، من عمل سيئه فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى بحال بحال وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. دونك سيدي ربي تيقولنا بحال الذكر بحال الأنثى في الحساب، في العقاب، في الجزاء، بحال بحال. وهنا كنفهموا أن مني قال، حيت هذا الحديث مهم، سيدي النبي صلى الله عليه وسلم مني قال النساء شقائق الرجال، سيتادير لي فام سون ايغو اوزوم ولا ايغال اوزوم، شنو واجب على الموت الناس السالم ديال الايغو؟ ايغال بحال ماشي ايغو، لي فام سون ايغال، وبعد يجب الموت الناس السالم ديال ايغال بو اس. دونك ملي قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال، فهو يشير الى الحساب والجزاء والعقاب والشرائع. Alors que la constitution, on a démontré qu'elle est très, très différente. فمنين عاود ربي قال، هنا سي تري امبورطون هاد الوقفه هادي، ملي قال سيدي ربي سبحانه الرجال قوامون على النساء، فهو ما تيفضلش الذكر على الانثى، وانما يتكلم على الشخص. سمعوا مني هادي تري امبورطون، لانها فوندامونتال في فهم هذا القران. ملي قال ربي في القران الرجال قوامون على النساء، Ça ne veut pas dire que Rajl, c'est-à-dire le sexe masculin, il est plus fort que la femme. Mais si Allah subhanahu wa ta'ala ala al-zakar ou al-unsa, l'homme ou la femme, qui a été la responsabilité de la famille. لان باش كمل ربي قال الايات شنو قال، بما ورجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. علاش؟ لان الرجل في القران دي فوندامونتال، بغيتكم تفهموها، لان الرجل في القران لا يعني الذكر، ولكن يعني اللي واقف على رجليه. دليل قال ربي واذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق. وتعلمون ان الحج لا يقتصر على الذكر دون الانثى، ولكن تو لي دو. دونك ربي مني قال واذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر، تيبغي يقولنا بان على رجليهم، وتيبغي يقولنا بان لو تيرم راجل في القران الرجال قوامون نو فو با دير طول الطون لو سيكس ماسكولين. اوسي ملي قالنا الله سبحانه وتعالى صاد وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار في النار، تبدا يقولوا اصحاب النار وما لنا، ما شفناش واحد من الناس كنعتبرهم من الاشرار، باش يفسر لنا اوسي بان راه ملي قال رجالا راه لا تقتصر على الذكر ولا على الانثى، لان اي سون تو لي دو كونسيرني، لوم اوتون كو لا فام بو اتر ميشون، اي لوم اوتون كو لا فام بو اتر ميم زياج، كما ان الفضل والخير والحسنات كتكون اوسي ما بين الذكر والانثى، سيتادير اوتون عند الراجل كعند المراه، لان ربي تيقول لنا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. يعني ربي السينيال
que هاد الرجال اللي تيهضر عليهم راه انكلي فيهم الراجل والمراه. وهذا الشيء نزيدو نفهموه، تيفسر لنا بان القران يصلح لكل زمان ومكان. تنقولوا دائما واحد القضيه في القران تعلموها، ثبوت النص وديناميكيه الفهم. علاش؟ لان الا ما فهمناش هكا وحنا كنشوفوا دابا شحال من فوايين شحال من دار هزها المراه هزها فينونسيامون، هنقولوا القران راه ما تيكذب، نقولوا ربي راه غلط حاشا. دونك ملي قالنا ربي الرجال قوامون على النساء، راه تيهضر على اللي هز المسؤوليه. وكتعرفوا دابا 2023 شحال من مراه هي اللي هز النفقه وهي اللي هز المسؤوليه والراجل جالس في القهوه مالوغوزمون. وهنا بغيت ندير واحد الوقيفه، انا جو مو دي كو سا مديرونج با ان المراه تهز المسؤوليه، بالعكس مزيان. لالا عائشه لالا خديجه عمرت على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وعطاته الفلوس وخدمت عليه وعطاته باش يخدم، ولكن سيدنا النبي كان راجل كان تيمشي يخدم فلوسها. وانا تنقول لهم دابا حتى الا كان هذا الراجل جالس بلا خدمه ماشي تيجي يجلس في القهوه. تنشوفوا دابا اون اوروب ملي المراه كتسول 6000 و7000 اورو والراجل اللي خرج يخدم هذه صور 2000 اورو، اش تقول له؟ كتقول له شوف انا عندي ان بون ديبلوم خليني نخرج نخدم على برا ونصور باش نعيش ونخلصوا كريديات، وانت جلس في الدار. ولكن سير جيب الدراري من المدرسه صوب معاهم لي دوفوار دخل الكوزينه. دايوغ سي بوغ سا كنشوفوا دابا في الافلام الراجل تدخل للمراه كيقول لها رحنا طيبين رانا نطيب لكم هذه الليله. علاش؟ صافي ديغ كو المراه خدات لا ريسبونسابيلتي. هذا الشيء ما كاينش السي يوسف، هضر معايا. كاين واش كاين ولا كاين؟ دابا انت السي يوسف دابا انت لا دابا انت السي يوسف قول لي الله يخليك في المعمل ديالك شحال المراه اللي هزها القفه؟ قول لي 70%. لا اله الا الله، يعني المراه هزها القفه وما جاش كيدير قهوه؟ وهذا راجل واش راجل؟ جاوبني. والله يكون في عوان كل واحد. لا لا، ولكن الاصل انه يعاونها. اذا ما كانش عنده، اذا ما كانش عنده المؤهلات باش يخدم سي با سكي مديعوش. على الاقل كما قلتي شد واحد لا ريسبونسابيلتي، يعاون يدي الدراري للمدرسه، يدي الخبز الفران، يدير شي لعيبه، ماشي المراه كتضرب تماره. انا المهم عندي في هذه الفكره كامله هو اللي بغيت نوصل ان ربي ملي قال الرجال، حيت دابا شحال من مره تقول لك وانا هو دا ربي قال في القران الرجال قوامون على النساء وانا اللي ضربت انا راه راجل كان صبار. اقول القران راه ما تيكذبش. الا كنت انتينا كضرب تماره راك سي باسكو تو لو سونس دو ريسبونسابيلتي. مي اوسي بغينا نتفاهموا على واحد المبدا مهم، الا فهمناه الرجال وفهموه العيالات، فهموه لي سكس ماسكيلان، فهموه لي سكس فيمينان، توت لا في ديالنا تبدل. نتفاهموا ان الذكر والانثى يتساويان في العلاقه العموديه مع الله، بحال بحال عند الله، بحال الراجل بحال المراه، ولكن يختلفان في التكوين الخلقي. لا كونستيتيوشن ديالهم ني با ايدونتيك، سو كي نو زامين ا دير ان اون فيت ما كايناش ليغاليتي دي سكس، كاينه لا كومبليمونتاريتي اونتر لي دو سكس. هادي كنعاودها انا بوغ موا ça n'existe pas la légalité des sexes, ça existe la complémentarité des sexes. Ou هذا المصطلح ديال لا ليغاليتي ديال التساوي. ليغاليتي ال ابوستروف او. هذا المصطلح ديال ليغاليتي entre les sexes انا بالنسبه لي هو لا بروميير كوز اللي دمرت العلاقه الزوجيه. علاش؟ لان هذا لو تيرم الى في بيردر ا لا فام سا فيمينيتي، الى في بيردر ا لوم سا ماغنانيميتي. اسمع اسمع هذه قيدها، لا ماغنانيميتي. عرفتي لا ماغنانيميتي؟ لا ماغنانيميتي، لا ماغنانيميتي كتبوها هذه، لا ماغنانيميتي هي الشهامه ديال الرجل. هذا لو تيرم، هذا لو تيرم ديال لا ماغنانيميتي ولا هذا لو تيرم ديال لا ليغاليتي دي سيكس هو اكبر مصيبه كنعيشوها 2023. الى في بيردر على فام سا فيمينيتي، داك الانوثه ديالها وداك وداك لا ماجي ديالها، والى في بيردر ا لوم داك الشهامه ديالو سا ماغنانيميتي، داك الشهامه اللي ما تقولوا الرجوله، داك الشهامه اللي كتخلي له لا دينيتي، اللي كتخلي له داك الانفه وداك النخوه ديالو. علاش؟ حيت رجعنا كنخمو كتف بكتف. حنا ماشي كتف بكتف، حنا اوني كومبليمونتير. حنا عندنا شركة 50-50 تندابزو باش هاد الشركة بهاد الأسرة تمشي للقدام. وسبحان الله العظيم هاد الشيء كله لا سيونس لو كونفيرم. اون اتيود، واحد الدراسة دارت على 1000 كوبل، اون اتيود ايتي فيت سور 1000 كوبل، ا ديمونتخي
On n'a pas le temps de décrire cette étude, mais elle a démontré que l'homme et la femme, le sexe masculin et le sexe féminin, sont très différents. Palma ou zid. Ma'ndoum tachi alaqa f'kulchi. Ma'ndoum tachi alaqa f'tfkir. Ou hiya. La façon de penser de l'homme est très différente de la façon de penser de l'âme. Ou dismina pelloula. De la femme. Les priorités de l'âme, de la femme, n'ont rien à voir avec les priorités de l'homme. Et aussi, l'ata. La générosité de la femme est très différente de la générosité de l'homme. Ou être PPG, pensée, priorité, générosité, n'aouda, être de la pensée, priorité, générosité, PPG, il a de l'île à faire, لان ديجا قبل ما نبداو ندخلوا لاكسيون انا غادي نفهم مراتي وهي تفهمني اول حاجه خصنا نفهموها واول حاجه ريزلتات على هاد ليتود سيانتيفيك ان لا فاصون دو بونسي اي تري ديفيرونت انتر لوم اي لا فام لوم عنده اي فاصون دو بونسي فيرتيكال تفكر بطريقه عموديه بحال التران واحد جوج ثلاثه يعني ما تيمكن له يدير حاجه على فوا يا يهضر في التليفون يا يحل الباب يا يصوغ باش يدير كل شيء il peut pas donc l'homme عنده une façon de penser verticale alors que la femme عندها واحد الطريقه هيليكويدا حلزونيه نحلوا واحد المشهد دابا شوف انت وراسك في شي عرس انت ومراتك مشيتو لشي عرس جالسين الا سولتي الراجل كتقول له فاش كتخمم تيقول لك بقاش يسربيه والعشاء حيت كرتو كتقطع بالجوع سولتي المراه قلتي لها فاش كتخمم غتقول لك النقافه غتقول لك تريتور هتقول لك لا ديكوراسيون هتقول لك حتى لي زاجون دو سيكوريتي سون غالون حلوا لي الباب الوغ كنت هاد لي ديتاي كلهم تي لوان دي منهم كاع بتاتا فمني تلقى وتفهم المراه انه هي هو راجل مش ما يلي رسومبل با فلا بونسي راجل الي فيرتيكال il fait une chose à la fois alors que المراه vous êtes d'accord avec moi c'est que la job ma في التليفون ولدها تيرضع وتحل الباب لشي واحد وديك تنزرع فيها العطريه وهذا الشيء كله افيك بوكو ديزونس هادي وقاش كيتلفوا لها العكاك من المراه ملي كدير هذا الشيء كامل كتبقى تبقى ينقر عليها تما كيتلفوا لها العكاك ما هي نورمالمون الي كونسو بلا بونسي ديالها وبلا فاصون دو فيغ ديالها دو فيغ تو سا الي ميم كابابل كطيب تنزرها ولدها الاخر كتصوم معاه لي دو فوا تقول له انت هذيك المهم سا هذه خاصيه عطاها الله للمراه عندها الي ملتي تاش والراجل الي مونو تاش شنو هي النتيجه ديال هذا الشيء هذا شنو خصنا نفهموا كومون رياجير شنو هي النتيجه هي المراه خصها تفهم ان الا كان الراجل تيهضر في التليفون وطلبت منه مراته شي حاجه راه يتلفون للوالد هذه دوخ علاش باسكو لي فيرتيكال في الدماغ ديالو إلا كان أنا قبيلة سبحان الله العظيم أنا قبيلة هيتا مشيت مورا بنتي وتنهضر معاها وعيطت لي مراتي في التليفون قلت لها كلاباس تخلعت لأن أنا والله العظيم قلت لها كلاباس وهي عيطت لي في التليفون نورمال تقول لي راه خصني ندير واحد لاطاش أخرى وأنا الدماغ ديالي مكونسونطري أنني ماشي مورا بنتي نجي موراها دونك إلا فهمت المرا هاد الفيلم هذا بأن الراجل ما تيخممش بحالها وبأن الراجل ماشي بحالها هذه نلقاو لا سوليوشن بوكو دو بروبليم ولا سوليوشن ال سو ديتيرمين في لو فيت بان نتعلم ان المراه ملي يرجع الراجل من الخدمه للدار يلوي فو اون بيريود دو ترانزيسيون كتسمى فتره الانتقال كيفاش تخليه يدوز من الخدمه من الريفيزيون من الضرائب من 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 المشاكل من الخدامه من هذا حماق عنده في دماغه سورتو مالوروزمون بوكو دوم كوميت ليغور دو كي يخرج من الخدمه وكيجي للدار دونك il bouillonne et c'est là où je dis aux hommes avant de dire à la femme ni تخرج من الخدمه سيك دي شويه سبور سيك صلي المغرب سيك صلي العشاء ربي قلنا واستعينوا بالصبر والصلاه فا فيغ كيلكو شوز لان بزاف ديال المشاكل اللي درنا الاحصائيات فوقاش يوقعوا منين المراه مباشره تدخل الراجل كتلقاها واقفه له في الباب سالت البوطه ايماجين معايا الراجل جاي الدماغ ديالو غيتسطى
وفيه اللي يكفيه بالدخلة، يلا دخل جلس سالت البواقع. سي تري ديفيسيل. دونك اول حاجه نتعلموها الراجل ها تنظن القضيه ما بقاش بزاف زعما، المهم ما تقولكش تسالت البوطا يقول تقولك خص الولد الدواء، ها تقولك شي لعبه لا بدا تقولك شي حاجه. المهم حنا بغينا نتعلموا، ولو غون تابيل ونادي النساء هذا النهار نداء انا بيل الله يخليكم ليسي لون باسي بار اون بيريود دو ترانزيسيون ابري اون شوازي لو بون مومون الوقت المناسب، والوقت المناسب والطريقه المناسبه داك اللي درناها في توت اون كونفيرونس، ونعاود نقولها لتوت لي فام اللي تيقولي لو زوم الي انكسيسيبل، ما تيقول لا ديما من بعد عاد نهضروا من بعد نهضروا، راه كيف ما بغى يكون هذا الراجل ما يمكنلوش يكون اطغى ولا اعظم ولا اخطر ولا بلو ميشون كو فرعون. وسيدي ربي ملي صافت سيدنا موسى وسيدنا هارون وشنو قال له؟ فقولا له قولا لينا. النتيجة ملي كتكون المرأة كتهضر جونتي وتعرف تهضر مع راجلها لعله يتذكر أو يخشى، دائما إليا أن ريزولتا. ألوغ قلت لكم بأن الراجل أون ميم طون لا ميور دي شوز في هذه القضية دو لا بونسي بور كيل سوا أبت وباش يكون كابابل دو جيري هاد لي سيتياسيون. لأن المرأة يمكن لا ما تسمعش، هو ما يدخلش مباشرة للبارك، إل فا فيغ لو فيد باش يدير أن سبور، تكون عنده لا صال يهبط شي لعبه يرجع او بيغ دي كا تقول له قول دابا خليني نبكر باور شي شويه. ولكن لا ادوبتينا هذه الفكره الاولى باننا راه اون نو بونس با دو لا ميم مانيير، راه حنا بزاف ديال المشاكل هي تبدلوا بزاف ديال المشاكل، لان لي بونسي بوف تو شانجي، لي بونسي بوف تو شانجي. سي بور سيت ريزون كيل فو ترافايي سور سا ديما، واخا نكون مقلق حيت لي بدا نتقلقوا نقول اطون راه مراتي ما كتخممش بحالي، لا لوجيك ديالي ماشي هي اللوجيك ديال مراتي، انا كنخمم 1 2 3 4 هي كيخصها تبقى تدور وتقلب و... سي 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 هكا خلقنا الله، خلقنا الله هذا هو لو شارم ديالنا. دونك خصنا نتعلموا على هاد الفكره هادي. اول حاجه اون اي ديفيرون، اون اي ديفيرون تا في لا فاسون دو بونسي. دونك لو بروميير بي c'est la façon de penser, le P, penser. Le deuxième P, c'est la différence dans les priorités. Khassan arfo anna had darasa ou si had l'étude d'acte à la mille couple, je vois le résultat d'yelha, anna les priorités de l'homme sont très différentes de la femme. Les priorités de l'homme, ou y khammem, qui fache adi jib l'drag il flous, mni adi qra, ou tidi l'homme l'kol les épargne, mni dima rajil ti khammem le côté pécunier. Je parle de l'homme qui s'occupe des réserves financières de la maison. Tu khammem, tu drab el hasba, tu qoul wa ghda ila kanat el azma. Alors que le mara, les priorités d'elle sont très différentes. Fkalqaw el rajel tu khammem fle présent, tu khammem fle futur, tu khammem ygoul tandi khassna ndigou chi haja dwaye el zman. Alors que généralement la femme elle pense au moment T. Qu'est-ce que vous voulez dire? هادشي اللي يعني ان المراه ما عندهاش الحق، حيت عاوتاني كاين شي رجال تيبقاو يرفدوا الدبيله بزاف. دابا نسافروا فوقاش ملي كبروا الاولاد، ملي كبروا الاولاد خليتها نجوجوا البنت، دابا نسافروا فوقاش نجوج خليني نخطنوا الحفيظ. تيدير هكذا كيدير هكا كيلقى راسو بلغ من الكبر عتيه. تيكونوا مسافرين كتقول تنقول لمراتي وضربنا الطريق هاد النهار. كتقول لي واش تي علاش تنقول لك خصنا نسافروا ما حدنا صغار ونقدوا نخلفوا. اي كيلكو باغ اي لا غيزون. اي لا غيزون. Donc l'idéal c'est de trouver le compromis fad les priorités déjà ne fhem lan ba3d nobat f hakika tahmqak ba3d nobat tbkel la tqoul chi hada tsta nta par exemple ma n3rf tra k tbni wala rak dayer chi projet w bensba lik la priorité maximale hiya annak tkhallas el nas w tkhallas les fournisseurs lik tqoul lik yalla nmchi w ntsara w venise nta katik bhal chi ba3d tsta hiya meskine ma gadakch mi chsamo. هي بوغ ال لا بريوريتي دابا هي تمشي طير عليك وتبدل ساعه اخرى وانت جاي على الله. دونك 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 هاد الشيء كاع كامل ليدي ليدي سو دو نو انتربولي دو انتربولي بان لي بونسي ديالنا سون ديفيرونت لي بريوريتي ديالنا سون ديفيرونت اي اون ديرنيي ليو لا تري غراند ديفيرونس انتر لا فام اي لوم اي سا سي ستاتستيك هي لا جينيروزيتي.
العلم والابحاث وهاد لا ريشيرش ا ديمونطري كو لا فام سمعوني مزيان اي دي فوا بلو جينيروز كو لوم لا تبغيوش على الفلوس كنهضروا في العطاء لا فام معطاءه دو ناتور في لا كونستيتيسيون اللي خلقها الله فيها معطاءه كترضع الاولاد كتوهم كتحبل 9 شهور كتصبر مع راجلها ملي كيكون حتى يبدا هذا كله عطاء كتاكل تشبع هو عاد تاكل هي هذا كله كاين كتقول له اسيدي هدير هذا معطاءه وهذا الشيء شتي وقع عليه شنو هو لو ريزولطا تيجعل ان المراه البونس وكتظن داك الساعه شنو مدى الراجل وشنو ما عطى كتقول لك مع سي بوغ سا كيقول لك العيالات نعمتهم على ظهري ديالهم كيقول لك ما عمري ما شفت معاك النهار الابيض ما عمرنا ما سافرنا هذه المراه عندها عاديه علاش ما عمرك تقول لك ما عمرنا ما سافرنا انت عاد جيتي من نيويورك ما عمرنا ما سافرنا علاش حيت هي بالنسبه لي شحال ما عطيتي انت tu n'as rien donné à côté ce qu'elle a donné هي ما عمرك انت ما سي بوغ سيت ريزون سبحان الله ملي كنتخمو ربي عظيم ودار لنا بوركوا المراه كتعطي الراجل تيعطي للمراه الصداق حيت تيعلموا من ديبار تيعلموا واتوا النساء صدقاتهن نحله تيعلموا تيقولوا شوف الراجل هذاك المراه اللي تجوج بها خصك تبدا تعطي الصداق وتيقول له واتيتم احداهن قنطاره ان مي با ديتيرميني باش يخلي لا جينيروزيتي ديال الراجل تديفلوبا لان الله سبحانه وتعالى عارف طبيعه المراه دونك تيقول لك راجل يعطي هذاك الشيء ماشي في التلف وهنا كنقول شحال مره تيقول لك راه عندها رزقها راه خدامه راه ما خصها خير هنا قال لك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا داك لو كادو تي ديفلوبي لامور تهادو فكان رسول الله كلما عاد من سفره لا يعود بعيد فارغ ديما تيجي بشي حويجه كتسمى التفكيره تيقول لك غير تفكرتك سبحان الله العظيم حتى تيقولوا غنيه وكان بغير هديه صافي دير كو اون ماشي لابد تكون المراه بوبري ما عندهاش ما عادش باش انت دير لها الكادو مي ليسونسييل ليدي عاوتاني المهمه اللي جو فو ابسوليمون اللي جو فو ابسوليمون انسيستي عليها هي هاد المراه كتبغي العطاء كتبغي لا جينيروزيتي كتبغي وهنا وسبحان الله ميم لو كورون انا ديما تنقول لهم راه العطاء دوني راه حكمه سيت اون ساجيس راه بوكو دو بروبليم راه شوف زمان ملي كان راجل تيتصالح مع مراته بالذهب وبالكادو راه سي با باسكو لي فابل اتونسيون سي باسكو لي ساج سي باسكو لي تري تري ساج لان كنلقاو ان الايه ديال الانفاق فين جات ما بين الايه ديال الحكمه والايه ديال البخل قالنا ربي الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه فضل الله واسع عليم بعد شي يقول لك يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا شي يقول لك من بعد وما يتذكر إلا أولو الباب يعني فو إتخ انتليجون بو تفكر أن سي دو لا ساجيس دو دوني شحال مشكل كبير في حياتنا تمكننا نفكوه بالعطاء بلا جينيروزيتي شحال من مو جو مغابيل توجور دو مون أونكل Pourquoi ? Parce qu'il était gentil. À chaque fois que j'ai un cadeau, tu dois voir maintenant, ou Kadim et Habibi le généreux. Et ça, c'est de la sagesse. Il a gagné notre amour. Mais j'ai le choix que tu m'as dit. Mais l'axe, elle dit que je dis وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من ذرين فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. فكنلقاو أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أدوني لا بيرميسيون خص الهند مرات أبي سفيان ضرب له الجيب قال لها يمكن لك تاخذ له الفلوس دو طون زون طون علاش باسكو لي ولكن قال لها ان تاخذ من ماله بالمعروف لانه كان بخيلا وسبحان الله العظيم كنلقاو بان هذا الانفاق وهاد لا جينيروزيتي سو ترافاي انا والله الا سي باغمي لي شوز كو جي ابري او فور ا ميزور باسكو ملي تيكون انسان ما عندوش ما تيعرفش هاد الفقه هذا كيتسمى لاغ دو دوني لاغ دو تتدور لاغ تيبقى سبحان الله العظيم الا كان كيحقد عليك تيحبك الا كان طالع الدم تيطير تيتصالح معاه
وهنا كنحل واحد القوس مهم عاوتاني، هو ان دابا شحال ديال الرجال مراته ما خداماش او لا خدامه، وكيخص داك المراه تبقى تساين ثالث الشهر باش تطلب له الفلوس، وهي جيني وكافده الدبيله، ومره تيقول لها عندي، ماشي هي مراته تمو الا كانت تصرف عليها، ولا اخته مره كتقول له عندي، مره تيقول لها من بعد. شوف ربي طلب منا الاحسان، إذا كنت عندك فيك وديك الصالير لمراتك ما تبهدلهاش، دير لها ان كون دير لها ان فيغمون عطيها لا كارت، مك دير لها ان كون دير لها ان فيغمون عطيها لا كارت، ما تبقاش تساين تجي تقول لك ساعه ساعه، مره تقول لك الله يخليك اعطيني، مره انت تقول لها من بعد. شوف ونعوذ بك من غلبه الدين وقهر الرجال، تتقهر المراه اللي كتبقى تجي عندك رافده الدبيله، وراني دفعت واحد اللبسه والله يخليك، وانت تقول لها دابا ما عنديش، وخليتها المره الجايه. سيدي علاش ما نخدموش باغ بيودجي؟ حيت بلان دو بروبليم كنعيشهم انا مع لي كوبل على الفلوس كي تغن. وربي قال لي ينفقدوا ساعات من ساعاته، ومن قدر عليه رزقه فليفق ما اتاه الله، لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. داك الشيء يقول لها انا باغ اكزومبل نعطيك طون اي طون باغ موا، غتمشي تلقاه في الحساب ديالك، دبر راسها تعيش به، بغيتي تزيد لي زوبسيون تزيدهم، ولكن غتعطيها واحد لان ديبوندونس فينانسيير، غتعطي واحد لوتونومي، اي توا غتكون عندك داك نخوة الانفاق، غتكون عندك داك لو بريستيج، ما تبقاش تساين، حيت كنقول لك راه صعيب تدل الانسان يبقى يساين، ولا داك لا مامون تتقول له يا وليدي وراك نسيتيني هذا الشهر، ويا وليدي راك ما عطيتيش هذا الشهر، لا، انت تعطيها تعطي، احسن، ان الله يحب المحسنين، كيسكو سافو ديال الاحسان؟ هو اتقان العطاء. لا بيرفكسيون دو لا دوناسيون. مراتك مفاهم معاها ب 700 ولا 800 ولا 5000 ولا انت وجهدك، قول لها انا شاك 5 دي موا راه يوصلك رزقك، ها انت هنا جيغلو، ملي يكون شي ردم كبير، شي سرتلا، شي مضمه، شي طوموبيل، ديك الساعه هذاك الشيء ما تينفعش، ولكن لو كوتيديان سافو دوني دو واحد الكرامه، كتعطي للمراه واحد الكرامه، هذاك اللي كتعطيه كيحس بواحد الكرامه، واحد الاستقلالية. وبغيت نقول اون ديرني ليو ان هذه بعض المفاتيح، سي كيلكو كلي، مي المفتاح الكبير، وان خصنا نعرفوا حنا المراوج العايشة بالمودة والرحمة. انا تنقول لهم دائما، انا بوغ موا سبحان الله العظيم، لو كوبل اون سوسيتي انونيم 50-50، نقولوا كاع 55-45، مي راه حنا شاركين. انا تتعجبني نقول واحد القضيه مهمه ونقولها وكنتحمل مسؤوليتي فيها، هي ان دابا الراجل والمراه ملي تزوجوا شنو هو التيزيرو عندنا؟ تزوجنا ما عندنا والو، وكنهضر على ليكا ديالنا، بحال حنا ما تزوجنا، ما عندي ورت، ما عندك ورت، يعني بدينا كنتقاتلوا، انا كنخرج نخدم على برا، وتينا مقابله الاولاد، تينا كتبات قصاره مع الاولاد وتربع وتطيب، نجيب لك الخدامه، لا ما عندناش، دوزنا 10 سنين درنا مليار 500 500، مع كل الاحترامات هذا هو العدل، هذه هي الرحمه الله، لان انت ملي كنت كتخدم على برا يا يعني كتخدمها في الدار كتبات قصاره معك، صوف الى عندك شي ورث ولا شي حاجه، ملي كتحس المراه بهاد لا كونفيونس وكتحس بهاد القوامه اللي اليز، كتقولوا بعدا كنتقاتلوا، ماشي انا كنضرب تماره وجريه لله، راه وهذا هو العدل، هذا هو اللي تيخاف من الله سبحانه وتعالى. اي اكوتي بغيت نفكر العيالات، انه تركن تا 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 الى سبحان الله العظيم بزاف د الرجال هاد الهضره ما كتدخلهمش في دماغه، جو لو سي سي لو ماتشيز سي لي ريتاج، دابا هاد لو كان اللي كتهضر عليه سي سي فالور بو لا فام اللي كتخدم على الهضره، راه دابا كاين 2023 العيال الثانيين هضروا على 50 50، اه بيان سور، هو راه في الدار كيدير، هذا اللي معاه راجل، اللي معاه راجل ماشي عاوتاني هو كيمشي يقمر، غير تخدم وكيمشي يقمر، هذا ما نهضروش معاه حتى الهضره، ولا كيمشي يضربهم طاسه، هذا ما هذا ولا تعطيه رزق دخل للعبس، تنهضروا حنا دابا راه حنا شاكين 50 50 اخي عالي، كنضربوا ثمانه ما كنتحاسبوش، هذا هو الرجل، لك نهضروا بالرجل العدل، حيت دابا شحال من غادي تقول لك وانا اللي كنت نضرب تماره، اي وهي داك الرضاع اللي كترضاع، وداك الحباله اللي كتحبال، وداك الخدامه اللي ما كتجيب لهاش، انت كتبقى توفر لك هذاك الشيء، شكون يكونبونسي هنا؟ واش عدل ماشي عدل؟ واش هادشي كاين؟ هضر معايا، هذا هو الراجل، ولا
ولاتي ودابا خاي دابا خاي دابا خاي دابا خاي يوسف لا 90 10 واخا دابا خاي يوسف انت بالنسبه ليك هذه المراه بحال هذا النوع ديال المراه ملي دارت مع راجل يقول له خرج عليا من الدار هذا راجل هضر معايا يا عباد الله شكون اللي كيخرج من الدار ملي كندابز من الدار الراجل ما تيقولش المراه تخرج عليا من الدار ملي كيدابز معها ويا في ناس معها العمر ديالها كاينه شنو ما كاينش الا بعد واش عايز تضربوا على برا الربي قالنا وقرنا في بيوتكم ولا يخرجنا من بيوتهن وحنا المرات خرجوا تلاحات لعاب الدار دونك انا سو كو جو فو دير بان انا بالنسبه لي هو هذا العلاقه الزوجيه سيت اون سوسيتي نو سوم اسوسيي بور لو بير اي بور لو ميور بور لو لا سانتي بور لا مالادي بور لا في اي بور لا مور مي جو فو دير اوسي او فام الى هذا الراجل عكسي وما بغاش ان عكسنا ودار بعت الافا ما تنساش اختي بان ربي قال ان لا نضيع اجر من حسن عمله وتيقول سيدي ربي واحد الايه كتعجبني لان شوف راه ما تعلمناش هاد لا نوسيون ديال التجاره مع الله لان ما يمكنناش نشتو السمن عاوتاني حيت هذا الراجل يمكن له يكون بخير ويمكن له ولكن فيه شي حاجه زوينه نساش ان ربي قال لك ان لا نضيع اجر من احسن عملا وهذه لا نوسيون اللي عاشوا بها بوكو دو جون كي اون سوفي لوغ كوبل وقال ربي يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم تعلم الناس يدير بواحد البيزنس اخر شنو هو تؤمنون بالله ورسوله زيد وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم هذه هي المراه قلنا جهاد المراه هي ضمان واحد البيت مستقر لا ستابيليتي او سان دو كوبل شنو تيوقع الى ضيعك راجلك يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار ومساكن طيبه في جنات عدن ذلك الفوز العظيم زيد واخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين ملي تيكون عندك هذا الكونسيبت باغ كنعاودو لك لان شحال من وحده انا عارفها مضيومه وشحال من مراه عارفها مقهوره ومظلومه ومكرفصه شوف اختي والله ربي لا ضيعك يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم واحد التجاره مع الله تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون نفسكم باموالكم وانفسكم وجهاد المراه راه هو هذا ملي قاتلوا اسماء بنت يزيد يا رسول الله انتم كتمشيو تجاهدوا وانتم كتمشيو ديروا وانتم كتمشيو تفعلوا وتمشيو تحجوا وتمشيو للعمره وتمشيو في رمضان وديروا وحنا كنجلسوا قبلكم ولادكم وحنا قال لها المراه اذا صلت خمسها وحصلت فرجها وصامت شهرها واطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنه من اي ابواب الجنه شئتي ويا دي ربي قال لها يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم زيد وأخرى تحبون نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين il suffit d'avoir ce genre de réflexion لأن malheureusement بزاف العيالات تقول لك وانا لاش هنضرب تمارا ولاش هنصبر ولاش هنبقى مع هذا الراجل إلا بقيتي مع هذا الراجل راك تبيعو تشري مع ربي الله ضيعك راجلك ربي راه ما يضيعكش معمر الله سبحانه وتعالى ما يضيعك باش نكونوا اليوم ان شاء الله رب العالمين فهاد لا بروميير بارتي ديال لي كلي دو بونور كونجيغال نكونوا تطرقنا لثلاثه د الحويجات نحاولوا نعقلوا عليهم انا ومراتي اوني با بحال بحال انا جو بونس دون مانيير ديفيرونت بي بونسي انا لي بريوريتي ديالي ماشي هما ديال مراتي انا لا جينيروزيتي ديالي ماشي هي ديال راجلي بي بي جي الا فهمنا ثلاثه ديال الحوايج ديجا فلا كونسيونس ديالنا بوكو دو شوز فون شانجي دون نوتر في اي اون فا كومونسي ا فرابي ا لا بورت دو بونور اللي هو الهم ديالنا كاملين جو سي با سي ليا اون بيتيت كاستيون باسكو اون ا انكور كيلكو مينوت اسكو ا بيتيت كاستيون هودا لا نو يا با دو كاستيون يا با دو سوجيكسيون نتعشاو اللهم ارحم ضعفنا ويسر امرنا وثبت أقدامنا وبلغنا مما يرضيك آملنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وأنت راض عنا تقبل منا يا ربي ما كان صالحا وتجاوز عنا ما كان فاسدا وأصلح يا ربي فساد قلوبنا
اجعل ربي هذا البلد بلد امن مطمئن وسائر بيد المسلمين. انصر امير المؤمنين جلاله الملك محمد السادس، احفظ المحفظ سبيل ابيك الحكيم الحاضرين. اللهم يا فالق الحب والنوى، اعط لكل امرئ منا ما نوى. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذرياته واهل بيته، كما صليت على سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. حوامل المسلمين اللهم يسر حملهم ووضعهم واجري الحليب في ثديهم، اللهم يسر حملهم ووضعهم واجري الحليب في ثديهم. للذين الله يفسح عليك في العارفين بالله فكك على خير ان شاء الله، ونسينا خوتنا جميعا. اللهم تقبل منا ما كان صالحا، وتجاوز عنا ما كان فاسدا، واصلح فساد قلوبنا، انزع ما في قلوبنا من غل ومن حقد ومن حسد ومن غيره، إخوان على صور المتقابلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.